تقدم بالخط العريض. مساء الخير، مساء البطولة والنصر والكرامة. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم بالخط العريض. لا تنفصل حرب أكتوبر المجيدة التي تحتفل مصر بذكراها في هذه الفترة عن الأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة، فالعدو واحد وأهدافه ما زالت قائمة، وأسلوبه في محاولة فرض الأمر الواقع لم يتغير. وفي هذه الحلقة نقدم لحضراتكم قراءة عميقة لما يدور على أرض الواقع في فلسطين الحبيبة ولبنان الغالية، مستلهمين روح نصر أكتوبر الذي زلزل كيان العدو وغير المعادلة. وسيكون ضيفي الليلة اللواء محمد عبد المنعم حسن، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأيضا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق. سيادة اللواء محمد عبد المنعم، أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا بالخط العريض. أهلا بيك يا فندم والسادة المشاهدين. دايما بيكون السؤال الأول لينا فبالخط العريض، الخط العريض لكل التحديات اللي بتواجه مصر في هذه الفترة إيه؟ في البداية طبعا بحب أهني الشعب المصري والجيش المصري بمناسبة تعيات 6 أكتوبر، وبقول للشعب المصري والأجيال يعني الشبابية أنه التحديات اللي بتواجه الشعب المصري أو الدولة المصرية في هذه الفترة هي الحروب الغير نمطية. الحروب النمطية اللي احنا شفناها في الفترة السابقة هي قوتين مسلحتين أمام بعض، جيوش قدام بعض، لكن عندما تصطدم المصالح الغربية العدائية بدولة قوية زي الدولة المصرية فإنها بتحاربنا بأسلوب تاني، أسلوب العمليات النفسية، أسلوب الحروب الممنهجة، أسلوب الجيل الرابع والجيل الخامس، وهي تقليب الجيوش على بعضها من خلال الشائعات ومن خلال الفتن علشان الشعوب تدمر بعضها ببعضها وبالتالي تدمر دولتها أو وطنها، وده يعني الخطر الأكبر والأعظم خلال الفترات اللي جاي. عشان كده بحب أقول من خلال النافذة الإعلامية بتاعت حضرتك الخط العريض إنه نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا من الحروب اللي جاية بالطريقة دي. أيوة، إذا كيف ترى أيضا حروب الجيل الرابع؟ طبعا حروب، يعني إحنا وجدنا في الفترة الأخيرة استخدام يعني تكنولوجيا متطورة بشكل غير عادي، منها حرب الشائعات على سبيل المثال الحصر بالتأجيل، واللي ساعد على كده طبعا التوسع في استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا وما شابه ذلك، فده بيساعد على يعني تقليب الشعوب وتنفيذ حروب الجيل الرابع من خلالها، بس شائعات غلط، بس معلومات خاطئة عن إجراءات أو حاجات تخص الدولة، كل ده بيخلي في حالة غليان، بيقلب الفئات من بعض الشعب على بعضه، بتحصل أعمال التخريب والهد أو الهدم في مفاصل الدولة. طب سيادة اللواء، في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، يعني هذه الذكرى اللي كلنا الحقيقة بنفخر بيها جيل ورا جيل حتى وإن كنا أجيال لم نعاصرها، إزاي نقدر نوصل هذه الذكرى ونوصل روح أكتوبر مرة تانية لشبابنا وولادنا كمان؟ إيه اللي المفروض أنه يحصل في ظل اللي احنا بنشوفه حوالينا في كل مكان؟ بالتأكيد سؤال حضرتك مهم، وعلشان نوضحه أو نشرحه أو نوصله لشبابنا في الفترة دي نذكرهم بالفترة ما قبل أكتوبر. ما قبل أكتوبر وبعد النكسة خرج الشعب المصري دون اتفاق في مظاهرات مؤيدة لقيادته ومطالبتها بالاستمرار في القيادة، الوقوف خلف جيشه علشان يتعافى ويقف مرة أخرى ويستعيد الحق والكرامة، وهو ده اللي حصل. الجيش أو الشعب المصري في الوقت ده كنا بنسمي الفترة دي فترة اقتصاد الحرب. الشعب المصري صبر وتحمل
ليه؟ لأنه كان بيؤثر الوطنية على الحياة، بيؤثر الوطنية على الحياة، يعني ما بتهموش حياته ما بتهموش أسلوب معيشته، ما بتهموش مدى الرفاهية اللي يبقى فيها، إلا أنه وطنه يبقى قوي عزيز مرفوع الرأس. ودي الفترة اللي كانت قبل أكتوبر، كنا نشاهد الفلاح يستمر على وجبة واحدة لا تتعدى، زي ما بيقولوا جبنة قديمة ودقة. كنا بنشوف الشعب المصري بيتحمل في كسوة الشتاء وكسوة الصيف فقط، كل ده تحمله الشعب المصري علشان الجيش المصري يستطيع أن يعبر من الهزيمة واليأس إلى النصر والعزة والكرامة. وده ساعد الدولة المصرية علشان تحقق كده. كانت مرحلة استثنائية أو فترة انتقال ما بين اليأس إلى النصر واستعادة الكرامة واستعادة الأرض، ثم الاستمرار في معارك السلام حتى استكملنا استعادة الأرض، ثم في معارك التنمية وما زلنا فيها حتى صحيح. الآن. فأنا اللي عايز أذكره وعايز أوضحه من خلال سؤال حضرتك، إن إحنا كنا في ظروف أصعب من كده، وكنا في حياة أصعب من كده، وكنا في موقف أصعب من كده، وكنا أيضا الحقيقة كان في فوارق كثيرة بيننا وبين العدو وقتها على المستوى التكنولوجي، على مستوى الأسلحة يعني تغلبنا على كل هذه الأشياء بالإرادة الصلبة وعقيدة الجندي المصري. ليه دلوقتي بعض الشباب بنلاقيهم على السوشيال ميديا يكتبوا حاجات يعني محبطة وكأننا ما عشناش تجربة بنفخر بيها حتى هذه اللحظة؟ أنا بعتقد أنه يعني ممكن ليس لهم دراية بتاريخ وطنهم، بتاريخ شعوبهم، بتاريخ أبائهم وأجدادهم وعملوا إيه علشان نصل لذلك. النقطة الثانية، في حالة تضليل من خلال برضو الإشاعات الكاذبة، من خلال المعلومات المضللة. الحاجة الثانية برضو المهمة اللي عايزين نذكرها، انه في فترات الاصلاح والبناء ممكن فئه تتضرر، مش كله هيبقى يعني مستفاد من هذه التنميه. أيوة. هو ممكن يكون مستفاد بطريق غير مباشر، لكن على في يعني على في الاسلوب في مباشره هيبقى متضرر شويه، علشان كده بيخرج بهذه التصريحات وبيخرج هذه الافعال. لكن دورنا وطبعا دوركم الأكبر والمهم من خلال الإعلام ومن خلال إيضاح الحقيقة والإنجازات اللي بتتم، والفرق ما بين الماضي واللي كنا فيه والحاضر اللي احنا فيه. برضو النقطة المهمة اللي عايزة أقولها لهم، إنه كوب المياه مملوء بالمياه، لماذا تنظر إلى الجزء الفارغ ولا تنظر إلى الجزء المليان؟ المليان أكتر من الفارغ، يعني كل الانجازات دي اكتر من فارغ. انت بالنظره الضيقه او النظره البسيطه بتبص للفارغ فقط، فطبعا ده يعني حتى مش منصف. ايوه، لكن يا فندم حضرتك كنت رئيس جهاز الاستطلاع السابق، عايز اعرف دور هذا الجهاز في حرب اكتوبر كان ايه؟ طبعا ببساطة، جهاز الاستطلاع هو يعني أحد أفرع القوات المسلحة المسؤول أو المنوط عن جمع المعلومات عن العدو في الميدان. أيوه. جمع المعلومات عن العدو في الميدان بقواته وبعناصره وبأكثر من طريقة. القوات بتاعت الاستطلاع في منها قوات قبل الحرب اندفعت علشان توفر المعلومات عن العدو في العمق، لانه العدو اللي قدامنا احنا شايفينه ويعني رصدينه، لكن العدو اللي في العمق اللي احنا مش شايفينه ما كانش فيه الوسائل الحديثه دي، فكان لازم له قوات بنسميها قوات خلف خطوط. أيوه. القوات دي يا فندم اللي برضو ما يعرفش انها ظلت قبل وبعد المعركه مده تصل الى 6 أشهر.
على الرغم من ان القوات دي لما بتندفع سواء برا او بحرا او جوا بتندفع وليس معها الا القليل من المؤن اللي هو الحاجات اللي هتتعايش منها زي الغذاء والماء طبعا والتسليح لا تتعدى 5 يوم. المدة دي كلها اللي قعدتها فهي بتتعايش مع المكان والبيئة اللي هي بتعمل فيها. الجمع المعلومات بيتم من خلال هذه المجموعات او من خلال المراقبة او من خلال الكمائن او من خلال الاغارات او من خلال دفع مجموعات الاستطلاع على مواجهة العدو او في عمقه القريب او في عمقه البعيد اللي بيصل الى 150 و200 كيلو. طبعا المعلومات دي بتتبلغ عن طريق اجهزة لاسلكي بالاشارات. طبعا استطعنا التغلب انه ندفع في عمق العدو وان القوات دي تتعايش دون ان يتم كشفها، وده كان بالمناسبه بالتعاون مع المقاومه الشعبيه من اهالي سيناء الشرفاء. يعني اعتمدوا عليهم برضو في التواجد هذه المده عن طريق اجهزه الاشاره وعن طريق العبقريه المصريه في استحداث لغة شفرة ولغة إشارة، وكان لها دور كبير في الإبلاغ عن احتياطيات العدو اللي تم دفعها في من يوم 14 حتى نهاية المعركة، وإنه المعلومات دي لما بتروح طبعا بتتحلل من خلال مجموعة خبرة وتروح للقيادة العامة عشان تاخد ضدها إجراء. فكان لها دور مهم جدا، وبنسميها احنا فندم كده إنها العيون، عيون القوات المسلحة في العمق. في العمق. لكن التشويش كان بيتم ازاي؟ التشويش كان بيتم يا فندم انه العدو كان ليه مراكز حرب الكترونية في سيناء وفي عمق سيناء. وكان اهم مركز كان في جبل ام خشيب. وبرضه من عبقرية القيادة المصرية في التخطيط انه في بداية المعركة كان لازم يتم تدمير هذا المركز حتى تستطيع القوات انها تكلم بعضها وترسل اشارات وتتعرف على بعضها، وده كان دور القوات الجويه. ومن يعني اول طلعات القوات الجويه كان تدمير هذا المركز، وتم تدميره بالفعل. واستطاعت القوات المسلحه بالكامل مش عناصر الاستطلاع بس انها تتكلم في اجهزه الاشاره. ولكن كان برضو في مشكله تانية انه ممكن لما يتكلم في اجهزه الاشاره انهم يسمعونا. ولما صحيح. يسمعونا كيف تم التغلب على هذه النقطه لانها نقطه مهمه جدا؟ بالضبط، لما يسمعونا هياخدوا اجراء يعني هنبقى مستهدفين. فكان في احد الجنود في الوقت ده وهو جندي يعني من النوبه من اسوان، احمد ادريس كان بيخدم، هو اساسا قوات حرس حدود، وكان ملحق على وحدة مدرعات كان يقودها قائد عظيم من قوات حرب اكتوبر وهو اللواء تحسين شنن. فوجدوا انه بيتكلم مع النائب بتاعه وبيقول له احنا مش عارفين لحد دلوقتي نتغلب على موضوع التقاط الاشارات بتاعتنا وفهمها ايضا. بالظبط. فطبعا برضو يعني اللي عايز اوصله برضو للاجيال انه شوفوا مدى اهتمام الجندي وانه عقليته في المعركه وانه عايز يجد حلول هي مستعصيه على القوات المسلحه. فقال له يا فندم انا ممكن الاقي حل للموضوع ده. قال له ايه؟ قال له نتكلم باللغه النوبيه. قال له ايه اللغه النوبيه دي؟ فقال له هي لغه بنتكلم بيها لا تكتب ولا تقرا، ومحدش يفهمها غيرنا. فقال له طب اتكلم بيها كده. فما اتكلم لقوا نفسه مش فاهمها وملهاش قاموس، فخد الفكرة لا تكتب ولا تقرأ. لا تكتب يعني متقفلة من كل بالزبط. النواحي. فخد الفكرة ووصلها للقيادة، استدعوه تاني يوم في القيادة وسمعوا منه الفكرة، وبدأوا يجمعوا جميع الجنود النوبيين في القوات المسلحة، بل وجندوا أفراد تانيين وابتدوا يديهم فرقة وفرقة على اللاسلكي وفرقة على التخاطب، بل وقاموا بعمل أكثر من تجربة، مش تجارب عادية. دول خلوا الجنود دول يعدوا خلف خطوط العدو في الشرق والعدو على الضفة الشرقية. ويرسلوا إشارات إلى مراكز العمليات في الغرب. بس ده هل ده كان جزء من خطة الخداع اللي عملها الجيش المصري وقتها؟ هي كانت جزء من خطة الخداع وجزء من الإعداد والتخطيط للمعركة.
يعني احد اجزاء يعني احد الحاجات بتاعت لكن كلها. هل كان في اي مشاكل في التطبيق وقتها؟ لا لا، ما كانش في مشاكل في التطبيق، لان هما اي فكره اتخذت على اي معضله او اي صعوبه في حرب اكتوبر ما خدوهاش كده ونفذوها. لا ده يعني على سبيل المثال الفكره بتاعت المقدم باقي زكي يوسف بتاعت الساتر الترابي عملوا عليها 300 تجربه. 300 تجربه رغم انها كانت متنفذه قبل كده في السد العالي، لكن هم برضو ما خدوش الكلام على سجيته، لا نفذوا تجارب، جابوا الملخات. وكأننا يا فندم لما حتى بنسمع هذه التفاصيل، حضرتك ذكرت لي عن فكره وايضا فكره اللواء المهندس زكي باقي يوسف رحمه الله. هنا اللي احنا شايفينه انه اقل فكره حتى وان كانت من غير متخصص، ومنهم اللواء زكي باقي يوسف لانه كان مهندس. كان مهندس، كل الافكار تؤخذ في الاعتبار ومردودة لأصحابها تمام. وبيتم العمل والتعامل عليها حتى تنفيذها ونجاحها. تأكيد. هذه التفاصيل قد إيه بتنفذ حتى هذه اللحظة؟ طبعا التفاصيل دي بتنفذ طبقا للمستحدثات، يعني على سبيل المثال الفكرة بتاعت كيفية إقامة الكباري وسرعة الطيار وعبور القوات إلى الضفة الأخرى، حتى الآن بيتم استحداثها طبقا للمستحدثات. هل الوقت اتغير؟ هل الطيار سرعته زادت؟ هل الطيار اتجاهه اتغير؟ الحاجة التانية المهمة، يعني احنا دلوقتي عندنا بدل أيام 73 قناة بقوا قناتين. تم تطوير التخطيط على القناتين، ازاي اعد القناتين وفي توقيت اقل ودراسة كل المستحدثات دي. الحاجة التانية برضو المهمة، المستحدثات بتاعت التنمية في سيناء. سيناء في 73 كان كلها صح. صحيح. النهاردة في ترع وفي طرق وفي مدن انشئت وفي مساكن، فبرضو كيف يتم تلافي هذه المستحدثات علشان الحاجة المهمة الأخرى، المستحدث الأهم وهو التسليح الحديث. أيوة. التسليح الحديث يعني احنا حاربنا بسلاح وفي الوقت ده كان يعني عايز أقول متقادم عن الأسلحة الحديثة اللي مع إسرائيل، كان متقادم بشكل كبير بالتأكيد. طب احنا هنروح لفاصل فضل. ومن بعد الفاصل خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها الجيش المصري لحرب أكتوبر، وكيف استطاع سد فتحات مواسير نابالم أسفل قناة السويس. انتظرونا بعد فاصل بالخط العريض. أهلا بحضرتك سيادة اللواء، منورنا ومشرفنا. أهلا بيك. الحقيقة نرجع مرة ثانية لنصر أكتوبر وهذا النصر العظيم اللي الجندي المصري الحقيقة والقوات المسلحة وأيضا الشعب المصري الحقيقة ما فكرش احنا هنكسب ولا مش هنكسب، هنتعرض لإيه. احنا كان عندنا قضية واحنا كنا أصحاب حق وكنا مصرين ان احنا نجيب أرضنا حتى لو دفعنا آخر نقطة دم. هرجع برضو لنقطة عظمة الجندي المصري وقتها وإصراره وعزمته غير المسبوقة، كلمني عنها يا فندم. طبعا كان مفاجأة حرب اكتوبر، وده بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء، هو بسالة وبطولة الجندي المصري، لانه التنفيذ المبهر بتاع الجنود المصريين في حرب اكتوبر اذهل الاعداء قبل الاصدقاء. وصل التنفيذ بتاع الجنود المصريين في حرب اكتوبر الى معدلات تفوق القياسات النظرية المحسوبة في أي عمليات حدثت قبل هذه الحرب. احنا وصلنا يا فندم انه بقى الجندي كنا بنقول الجندي المصري قدام الدبابة، لا الجندي المصري كان قدام كتيب الدبابات. أيوه. عندنا أمثلة يا فندم زي المقاتل محمد المصري دمر 30 دبابة، هو كان ضيف عندنا الحقيقة. صائد الدبابات. هل تغيرت جزء من عقيدة المجند المصري في 76 في 67 عن 73؟ العقيدة يا فندم اللي في الجنود المصريين أو على مر التاريخ هي عقيدة واحدة،
هي عقيدة انه حياته تهون في سبيل وطنه، اغلى ما يملك حياته تهون في سبيل وطنه، يعني يضحي بما باغلى حاجة عنده في سبيل انه وطنه يعيش في عزة وكرامة وشرف. لكن هذه العقيدة، ماذا حدث قبل 73 وماذا حدث في 73؟ اللي حصل في يعني في 73 انه الجندي المصري اتدرب تدريب جيد، بقى يثق في قادته، بقى يثق في سلاحه، بقى يثق في القضية اللي هو بيقاتل من اجلها، انه عارف انه لازم يحرر الارض، لازم يحرر الوطن، لازم يبقى يعني يرفع هذا رأس هذا الوطن في عزة وشموخ واستعيد له كرامته وبطولاته. ده الفرق، لانه حتى انه وصل، انا قابلت طبعا كثير من المقاتلين في 73 قالوا لي احنا وصلنا من التفكير انه ما بقيناش نفكر في اي شيء غير في المعركة. أيوة. وصلنا في ان احنا هنعدي الضفه الاخرى ومش راجعين، يعني أيوة. يعني هم واثقين انهم هيعدوا وهيقاتلوا وانهم هيستشهدوا، يعني كان وصل المعنويات والفكر والثقافه بتاعت الجندي الى هذه الدرجه. هو ده اللي بنسميها روح المقاتل المصري، روح الجيش المصري تولدت داخل هؤلاء الأبطال، فحدثت المعجزة بتاعت 73. الحاجة التانية يا فندم المهمة برضو اللي عايزين نقولها، أنه أيوة. عشان برضو الأجيال اللي سمعانا الجديدة ما يحصل لهاش يعني غيرة أو حاجة، أنه العقيدة المصرية دي مستمرة من أجيال الأجيال، حتى وإحنا بنقاتل الإرهاب في 2011 و12 و15 كان في أبطال من هؤلاء الجنود. طبعا لو حسبنا الفترة الزمنية هم هيبقوا أبناء أو أحفاد أبطال أيوة. أكتوبر صحيح. فكان في يعني في بطولات عديدة وبطولات كثيرة تذكر برضو في هذه الفترة. فاللي عايز أقوله أنه العقيدة المصرية والبطولات المصرية يعني بتتحطم كل ما هو أو كل شيء أمام التضحية في سبيل الوطن. فعلشان كده يعني ما بتتغيرش العقيدة، ما العقيدة دي في جذور كل مصر. صحيح، ده حقيقي، شباب وكبار وصغار. والحقيقة يعني اللي بيشكك في هذا ما فيش غير كلمة واحدة، إنه لا يعلم. بالتأكيد. أيضا كان للقيادة السياسية وقتها في حرب 73 دور كبير جدا في خطة الخداع الاستراتيجي التي شكلت عنصر المفاجأة في عملية نصر أكتوبر، حدثني عنها يا فندم. بالتأكيد التخطيط والخطة الخداع الاستراتيجي اللي نفذتها القيادة المصرية في ذلك الوقت كانت خطة عبقرية جدا. الخطة دي كانت بتعتمد على جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي كان بيتمثل طبعا في إجراءات كانت بتعملها القيادة المصرية، يعني على سبيل المثال انه الرئيس السادات ارسل وزير الخارجية الى امريكا وبدأ يتفاوض مع الامريكان على وجود حلول ووجود تفاوض. القيادة برضو ارسلت يعني او بثت انه قائد القوات الجويه هيسافر في ماموريه الى ليبيا. القياده بدات تعد الدوله المصريه للحرب من خلال مجموعه اجراءات خداعيه، يعني على سبيل المثال عايز يكون مخزون سلعي داخل الدولة، فكان بس إشاعة انه المخزون القمح بتاع الدولة المصرية اتلفته السيول، فبدأ أيوه. يستورد كميات كبيرة وهو مش صحيح أيوه. فابتدى يستورد كميات كبيرة وهكذا في سلع مختلفة. المعدات اللي نفذنا بيها الثغرات اللي هي بتاعت الستر الترابي لما استوردناها خدوا جزء منها وضعوه في منطقة في حلوان واهملوه أيوة. فكل الرصد او التصوير بيقولوا لا مش هيعملوا بيها حاجه، والجزء الاكبر هو اللي تم دفعه الى
الضفة الغربية في القناة. كان في إجراءات على مستوى الـ 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 الإعلام، كان في مستوى على يعني إجراءات ميدانية، كنا بندفع بالقوات لتدريب أو لمناورة ثم ترتد، والموضوع ده طبعا حدث أكثر من مرة. أيوه. كثير وكثير خطط الخداع اللي نفذتها القيادة المصرية الحقيقة في قبل الحرب، واللي خدعت جميع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والعالمية إنه مصر مش هتحارب. ده حتى من ضمن الخطط اللي عملتها القيادة السياسية في الداخل، هي جعلت وزارة الداخلية تبث بين الشعب والطلبة إنه مصر مش هتحارب. أيوة. وتخليهم يطلعوا في مظاهرات. علشان لكن ده وقتها اثار شباب الجامعات وقتها بالظبط. ايوه. وعلشان الميديا والاعلام العالمي يقول انه في مظاهرات في مصر علشان مصر مش هتحارب. أيوه. طبعا في اجراءات ميدانيه زي يعني بعض الجنود اللي خلوهم على شاطئ القناه في وضع تكاسل، بس من خلال الإعلام إنه في رحلة عمرة لكثير من الضباط. الحاجة الثانية برضو إنه إقامة دورات رياضية بين الجيوش والمناطق العسكرية. مفيش أي حرب، مفيش أي ملامح حرب أبدا. كلها بتقول إنه الناس دي وفعلا بالفعل كان في ناس بتسافر عمرة وقتها بالتأكيد. الحاجة المهمة الثانية إنه أعلنوا في الإعلام والجرائد إنه تم تسريح 30,000 جندي. وهم يعني سرحوهم أسبوع ورجعوهم تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. كانت إجراءات بسيطة ولكن تنم عن عبقرية المفكر والمخطط المصري. صحيح. سواء كان قيادة سياسية أو قيادة ميدانية أو قيادات شعبية. أيوة. تفاصيل خطة العبور في يومها الأول والنتائج التي حققتها كيف كانت؟ طبعا في نقطة مهمة بس اللي هي كانت وإجراء مهم جدا. كان قبل ليلة العبور، وهو عبور القوات الخاصة والقيام بسد خراطيم أو أنابيب النابلم. من قام بهذه المهمة الجبارة؟ هل كانت قوات خاصة ولا سلاح المهندسين؟ القوات الخاصة بالتعاون مع سلاح المهندسين. أيوه. لأنه القوات الخاصة بتعدي بعنصر المهندسين عشان تأمنه، وعنصر المهندسين هو العنصر الفني اللي بيقوم بتنفيذ هذه وضع اللي هو الاسمنت السريع التماسك. فبدات الحرب في طبعا الساعه 2 يوم 6 اكتوبر بالطيران ثم المدفعيه، وتحت ساتر المدفعيه بدات 8,000 قارب مطاطي، وهي فكره بسيطه، محمل بحوالي 10,000 جندي من القوات الخاصة في العبور. ليه؟ لأنه دول وليه قوات خاصة؟ لأنه دول بيبقوا أسرع قوات توصل الضفة الثانية وتعمل ساتر وحماية لعناصر المهندسين اللي مرت بعدهم علشان تبدأ فتح الثغرات في الساتر الترابي. أيوه. ثم الموجة الثانية من القوات المقدمات، ثم الموجة الثالثة. جينا للساعة 8 بالليل، كان هناك 8 جسر مفتوحين على القناة، وخمس فرق بدأوا يعبروا. حتى في الوقت ده السيد الرئيس أنور السادات كان في غرفة العمليات في الوقت ده بعد 6 ساعات. علشان كلمة ال6 ساعات دي جت منين؟ الساعة 2 لحد الساعة 8 دائما يقال حرب ال6 ساعات. لما فتحنا الجسور الساعة 8 هي دي ال6 ساعات. أيوة. بدأت القوات تعدي، فالرئيس بص لجميع القادة في غرفة العمليات وقال لهم مبروك يا أولاد، احنا انتصرنا. ولم يعني يحدث شيء غير انه الجسور اتفتحت والقوات بدأت تعدي. هو ضمن النصر لأنه عارف انه بعد كده قواتنا وأبطالنا هيحققوا بقى المهام. وكان بيقال يا فندم إن كان هناك ترتيب لضربة جوية تانية، ولكن لنجاح الضربة الجوية الأولى وحققت 95% من الأهداف تم إلغاء الضربة الجوية الثانية. بالتأكيد، لأنه أنا لما حقق المهام المخططة للقوات بأقل القليل فأنا برشط قواتي. ففعلا ده اللي حصل، انه ال 220 طياره، جميع الطيارات اللي كانت عندنا استخدمناها ونفذنا بيها الضربه،
ووصلت فعلا لأكثر من 95%، حققت جميع أهدافنا أهدافها، فما كانش فيه داعي إنه أكرر الضربة مرة تانية. ويعني استكملنا الحرب، وده كنا بنسميه ليلة 7 أكتوبر. وصلنا إنه في صباح 7 أكتوبر على الضفة الشرقية 100,000 مقاتل. الأسلوب اللي اتنفذ ده يا فندم لحتى هذه اللحظة وبعد 51 عاما على مروره يدرس في جميع الأكاديميات والمعاهد والمدارس العسكرية حتى الآن. أسلوب تنفيذ المهندسين لمهامهم، المشاة لمهامهم، المدرعات لمهامهم، القوات الجوية لمهامها، المدفعية لمهامها، كل حاجة كانت محسوبة وأبهرت جميع الخبراء. نروح لفاصل، ومستمرين بعد الفاصل في حوارنا مع اللواء محمد عبد المنعم حسن. ومن بعد الفاصل هيكون السؤال: الدعم الأمريكي المستمر منذ قديم الأزل لإسرائيل وحتى هذه اللحظة، انتظرونا بعد فاصل قصير. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا ومشرفنا، ودائما الحديث عن نصر اكتوبر العظيم الحقيقه ممتع ومشرف، ويعيد الى اذهاننا كل ما هو عظيم لهذه الارض الطيبه وللقوات المسلحه العظيمه. قبل الفاصل كنت بسال حضرتك عن الدعم الامريكي المستمر لاسرائيل، وللبعض في الفتره الاخيره بيقول انه ما كل هذا الدعم. طب ما ترجعوا للتاريخ ورا شويتين ثلاثه اربعه هتلاقوا ان ده الدعم ده كان موجود حتى في حرب اكتوبر. كيف كان الدعم الامريكي لاسرائيل في حرب اكتوبر؟ بالتاكيد الدعم الامريكي هو اللي جعل اسرائيل تستمر في حرب اكتوبر، لانه يعني حتى في اشارات جولدا مائير للقيادة الأمريكية في الوقت ده أنه لولا الدعم الأمريكي اللي وصل لإسرائيل كان الطريق مفتوح لتل أبيب. الحاجة الثانية أنه أمريكا لن تترك إسرائيل لا في الماضي ولا في الحاضر دون أن تقدم لها الدعم، لأنه زي ما احنا عارفين إسرائيل بتعتبر القوة أو الخط الأول لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحها. هل نقدر يا فندم نقول إنه إسرائيل بالنسبة لأمريكا وكأنها نوع من الحرب بالوكالة، ولا هذا المصطلح لا يجوز؟ بالتأكيد حرب بالوكالة لا يجوز هذا، لأنه أمريكا حتى لو هي يعني بتقاتل إيران أو بتحب تهاجم إيران بتهاجمها عن طريق إسرائيل حفاظا على مصالحها، مش بتهاجمها مباشرة لأنه ليها مصالح في المحيط الإقليمي لإيران تخشى عليها. فعلشان كده فعلا إسرائيل بتقاتل بالنيابة عن أمريكا بالوكالة. الحاجة الثانية بخصوص الدعم، أنه في 73 تم تدمير والاستيلاء على معدات ودبابات الكيلومتراج بتاعها لا يتعدى ال 200 كيلو، يعني نزلت في مطار العريش ودخلت على الخطوط الأمامية على طول. أمريكا في الوقت ده يا فندم عملت أكبر أسطول نقل جوي منذ الحرب العالمية الثانية، عملته في 73 لإسرائيل علشان تستطيع أن تقف أمام الجبهة المصرية، وعملتها أمام الجبهة المصرية وليس الجبهة السورية. أيوة. وده يوضح لنا مدى الخطورة اللي كان بيمثلها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في الوقت ده. طب يا فندم ما يحدث الآن وتحديدا بقى حروب البيجر، يعني احنا شفنا نوع جديد ومتقدم من الحروب من التكنولوجيا، الى اي مدى ده بيواكب التكنولوجيا اللي موجودة عندنا؟ هل نحن قادرون على رد هذه الأنواع الجديدة من الحروب؟ بالتأكيد، لأنه فندم الحروب التكنولوجية، حروب اللي تمت باستهداف أجهزة البرجر والأجهزة اللاسلكية طبعا داخل فيها عنصر المخابراتي اللي هو المواساد الإسرائيلي، وهو من قام بوضع يعني العبوات المتفجرة في هذه الأجهزة. فعلشان كده
طبعا اي اجهزه او اي معدات بيتم استخدامها او استخدامها في الجيش المصري بتعتمد على الصناعه الوطنيه في الجزء الاكبر منها، حتى لو فيها اجزاء بنستوردها بطرق امنه ونركبها ونجربها بنفسنا. الحاجه الثانيه المهمه ان انا قبل ما بصنع سلاح او استخدم سلاح بشوف المضادات لهذا السلاح في الجانب الاخر، ايا كان الجانب الاخر وايا كان هو العدو، فبشوف مدى فاعليته، استخدامه هيجيب نتيجه، استخدامه هيضرني، استخدامه هينفعني. فعلشان كده مصر يعني او القياده المصريه بتتحسب لهذه الامور وبتعمل لها تجارب، بتعمل لها حسابات كثيره. علشان كده برضو انا سؤالك ده يعني من اهميته اتسالته من ناس عاديين بره واصدقاء وكده، يعني الناس فوجئت بهذه التقنيه وهذه العمليات، فانا طمنتهم قلت لهم لا احنا عندنا من الوسائل ما يبطل هذه العمليات، يعني عندي من العناصر الالكترونيه والعناصر التكنولوجيه انها تبث من الموجات اللي بتعطل الموجات اللي بتستخدم ضد أسلحة. طب يا فندم سريعا وأنا بنهي مع حضرتك هذه الحلقة، الجيش المصري العظيم هو عقدة الجيش الإسرائيلي، رد حضرتك إيه على هذه المقولة؟ بالتأكيد يا فندم، لأنه الجيش المصري هو الجيش رقم 10 بنسميه على العالم، الجيش الأقوى في المنطقة العربية. الجيش المصري أفندم فرض كلمته مش على إسرائيل بس وإنها بتحسب له يعني حساب، فرض كلمته على العالم كله بما فيه أمريكا بما فيه أوروبا. أفندم المثال البسيط اللي نقدر نذكره من خلال هذا إنه الأمريكان وأوروبا وبعض دول الإقليم وإسرائيل كان هدفهم انه يهجروا الشعب غزة من غزة الى مصر نتيجة وقوف القيادة المصرية الصلبة امام هذا الاجراء ورفضها لهذا الاجراء، ومن خلفها الجيش المصري لم يستطيع احد ان ينفذ هذا المخطط حتى الان. ده مثال بسيط في الفترة اللي احنا فيها. صحيح. ولو احنا دولة زي الدول اللي احنا شايفينها حوالينا وفيها سيولة، يعني فيها سيولة يعني فيها قيادة قيادات بتتناحر، فيها جيوش بتتناحر، الشعب مش موحد، لو احنا كنا دولة زي كده كان من السهل انه ينفذوا هذا المخطط ويجبروا مصر انه يهجروا ليها الفلسطينيين. حفظ الله بلادنا وكل الوطن العربي. سيادة اللواء نورتنا وشرفتنا واضفت لينا خط عريض منير في هذه الحلقه، نورتنا. شاكرين يا فندم. شكرا. وفي الختام تبقى اراده الشعوب اقوى الاسلحه في الحروب، ويظل ايمان الجندي اعتى من الحديد. فكل التحيه والتقدير والاحترام والمحبه لكل نقطه دماء سالت في سبيل الحق، وكل روح خرجت الى بارئها دفاعا عن الأوطان. بالخط العريض نحيا على وطن حر عربي آمن. عاشت مصر بأبنائها البواسل وقوتها المسلحة. بالخط العريض بوضح حضراتكم مع تمنياتي ليكم بسهرة سعيدة وصحبة مبهجة. أشوفكم الجمعة اللي جاية على كل الخير. مع السلامة.